الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم ملخص سريع لنظريات التنمية والنمو Review of Development Theories. هذا المقطع السريع وإن كان فيه كثير معلومات، لكنه يلخص ربما ما يزيد على 50 عاما من تجارب الاقتصاديين ونظرياتهم في مجال النمو والتنمية، وأرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين حيثما كانوا. وعلى بركة الله نبدأ. الآن نظريات كلاسيكية في التنمية الاقتصادية، سنتطرق بعض الشيء إلى نموذج التغير الهيكلي Structural Change Model، إلى مراحل النمو الخطي Linear Stage Model، الادخار والاستثمار أو الادخارات والاستثمارات، الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية Migration from Rural to Urban، النظرية الاستعمارية الجديدة في التبعية Neo Classical Dependency Theory أو Neo Colonial، هي التبعية المركز مقابل الأطراف اللي هي Center versus Periphery، المنظومة الزائفة False Paradigm، النظرية الكلاسيكية المستجدة Neo Classical Theory، المنهج الصديق للسوق Market Friendly Approach، المنهج الثنائي Dualistic Approach، وأخيرا منهج الاختيار العام Public Choice Approach. نموذج رشدو في المراحل الخطية، يتحدث رستو في هذا النموذج التنموي أو اللي هو عن التنموي، عن المجتمع التقليدي كيف ينتقل من مرحلة التقليد إلى مرحلة بعدين يدخل في شروط ما قبل الإقلاع، الإقلاع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مرحلة الإقلاع، السيرورة نحو الرشد، وعصر الاستهلاك الكبير. في المجتمع التقليدي يكون نمو اقتصادي وسكاني بطيء، لأن الآلات رأس المال بتكون بدائية، والسكان يتعرضون لكثير من الأمراض والموت وهكذا. شروط ما قبل إبلاع الإقلاع، تطوير المؤسسات المنظمات والبنية التحتية، الإقلاع استثمارات كبيرة في صناعات منتقاة قدرها العلماء بحدود 10-15% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم السيرورة نحو الرشد، نمو مستدام في الصناعة والاقتصاد بشكل عام، وأخيرا عصر الاستهلاك الكبير، إنتاج السلع الاستهلاكية لخدمة المجتمع الوفرة. نموذج رستو نكمل الآن على شكل رسم بياني على المحور الأفقي الزمن، على المحور العمودي النمو الاقتصادي. الآن هذه الفترات الزمنية T1 T2 وهكذا. فالآن هذه المرحلة مرحلة ما قبل الإقلاع، اللي هي الآن ما قبل الإقلاع بيكون مجتمع بدائي ليس لديه رأس مال كبير، وبكون عنده طبعا نمو اقتصادي بطيء، نمو سكاني بطيء بسبب البوت والمرض وما شابه. الآن هذه المرحلة مرحلة الإقلاع، وعندما يقلع الاقتصاد والمجتمع بمنظمات جديدة بمؤسسات جديدة حافظة للاقتصاد حافظة للإنتاج، الآن يدخل في المرحلة الأخيرة وهي ما بعد الإقلاع، ومن ثم ما تسمى بمرحلة الاستهلاك الكبير. انتقاد لنموذج رستو، لم تتمكن كثير من الدول النامية من الوصول إلى مرحلة الإقلاع أو الوصول إلى مرحلة الرشد على الرغم من كثرة الاستثمارات الأجنبية. أهملت كثير من الدول تنمية مؤسساتها الشكلية واللا شكلية، ولم تطور بنيتها التحتية المطلوبة للتصنيع. نموذج هارد مودل، وإن كان من نماذج النمو الاقتصادي، هنا الآن أس اللي هو السيفنج أو الادخار يساوي معدل الادخار الوطني مضروب في الناتج أو الإنتاج، حيث الأس تساوي الادخار واي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأس الصغيرة هي معدل الادخار. عند الآن investment هي التغير في مخزون رأس المال، حيث اي تساوي الاستثمار، التغير في كي يساوي التراكم الرأسمالي كما يسميه، متساوية الاستثمار الادخار، حيث أس تصبح كلياتها استثمار، فأس تساوي استثمار. الآن نعرف نسبة رأس المال إلى الإنتاج Capital Output Ratio بأنها كي صغيرة، هذه تساوي حاصل قسمة التغير في مخزون رأس المال أو التراكم الرأسمالي كما سميناه، مقسوم على التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إعادة كتابة الصيغة هذه، نعيد كتابتها بالضرب التبادلي، نحصل على أن التغير في رأس المال أو التراكم الرأسمالي يساوي كي صغيرة اللي هي Capital Output Ratio كما عرفناها، مضروب في معدل التغير أو في التغير في الناتج المحلي الإجمالي، أو أن I بالحالة هاي كما سمينا هنا I تساوي دلتا K، فهنا I تساوي بدل دلتا K
نعوض عنها بآي وتساوي بالحالة هاي كي مضروب اللي هي صغيرة كابيتال أوتبوت ريشيو مضروب في التغير في الناتج المحلي الإجمالي من اس تساوي اي. بنكتب إعادة كتابة اس الصغيرة معدل الادخار مضروب في واي يساوي هذه القيمة كي في دلتا واي الصغيرة طبعا اور اي ان النمو الاقتصادي يساوي اللي هو هذا النمو الاقتصادي يساوي حاصل قسمة معدل الادخار على الكابيتال اوتبوت ريشيو او معدل او نسبة رأس المال الى الانتاج. مثال هنا مصدر النمو هو الادخار والاستثمار في الانتاج، ما يعني الان بان جي دي بي جروث النمو في الناتج المحلي الاجمالي يساوي معدل الادخار الوطني مقسم على نسبة رأس المال الى الانتاج. كمثال الان اس معدل الادخار الوطني كي نسبة رأس المال الى الانتاج، اذا كانت الان اس معدل الادخار الوطني يساوي 6% وكي اللي هي نسبة رأس المال الانتاج تساوي 3 فان نمو الناتج المحلي الاجمالي يكون 2%. من اجل رفع نسبة النمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4% على سبيل المثال سيحتاج الاقتصاد الى رفع معدل الادخار الوطني من 6% الى 12%، لاحظ مضاعف، ومن الممكن ان يكون نصفه نصف هذه 12 اللي 6% من الادخارات الاجنبية اي من القروض الاجنبية. نموذج لويس في التنمية، هنا القطاع الزراعي الريفي الانتاج الحدي العمالي منخفض قد يصل الى الصفر، ما يعني بان معدل الاجور لا يصل الا الى حد الكفاف. قطاع التصنيع في المناطق الحضرية ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة من اجل تدريبها وتوظيفها في القطاع الصناعي وتحقيق النمو فيه يؤدي الى معدل البطالة اعلى في القطاع الزراعي وارباح اعلى له واجور اعلى. طبعا ارباح للقطاع الصناعي الحضري واجور اعلى في القطاع الصناعي الحضري، لكن بيزيد البطالة الان في هذا القطاع عفوا الحضري. الان تحدث هجرة من الريف الى المناطق الحضرية دائمة الحركة من اجل العمل والاجور. الان هذه التعريفات R ريفي، W اجور، D طلب على العمالة، U حضري اللي هي urban، هنا رولر ويجز ديماند فور ليبر اربن امبلويمنت اند اسعار العمل سبلاي ليبر. على المحور الافقي من الان سنمثل نموذج لويس على شكل رسم بياني. على المحور الافقي هو حجم العماله، على المحور العمودي معدل الاجور، هذا الان الطلب على العماله في المرحله الاولى، هذا عرض العماله الرولر. بكون طبعا معدل الاجور منخفض جدا الآن، وهذا معدل الأجور في الأربن إيريا، هذا معدل الأجور في الأربن إيريا. إذن حددنا الآن تقاطع هذا المنحنى اللي هو supply of labor من رولر، نفترض أنه تقاطع مع المنحنى الطلب عليه عند الكمية L1، ما يعني الآن أنه هنا هذا فقط الذي نحتاجه. الآن نتيجة لتطور القطاع الصناعي في المناطق الحضرية ينتقل منحنى الطلب على العمالة من الموقع الأحمر هذا سميك الموقع الأزرق، فهذا demand for labor في المرحلة الثانية، وزاد الطلب عليها طبعا باتجاه السهم. هنا L ستزداد تباعا حيث نقطة التقاطع بين supply والديماند هنا، وبالتالي الآن L ارتفعت من L1 إلى L2 حسب رأي لويس. الأرباح ستزداد والأجور ستزداد تباعا، لكن بالقطاع الحضري بالقطاع الصناعي الحضري. الاستثمار في المناطق الحضرية يؤدي لارتفاع الطلب على العمالة الريفية وتوظيفها. الآن انتقاد لنموذج لويس، التقنيات الصناعية تعتمد على تكثيف رأس المال وتوفير العمالة، ما يعني بأن الطلب على العمالة غير الماهرة لن يزيد من التوظيف. لابد من دعم التصنيع بتنمية القطاع الزراعي، لاحظوا لي كيف البارادوكس أو التناقض، لابد من دعم التصنيع بتنمية القطاع الزراعي وتمكينه من تزويد المجتمع بما يحتاجه من غذاء ومواد خام. الآن هذا الانتقاد على نموذج لويس، هكذا فكر الاقتصاديون بعده بأن الآن هذا العرض على العمالة، هنا الطلب على العمالة، وهنا الآن ما يحدث أنه سترتفع الأجور في القطاع نتيجة لا زيادة في التشغيل عندما تكون تقنية الانتاج موفر العمل، ما يعني الآن ترتفع الأجور وينخفض الطلب على العمالة من L2 إلى L1. سبحان الله، ما يعني انخفاض الآن في كمية العمالة نتيجة للتقنيات الموفرة العمل وزيادة الأجور فيها، وأن الأرباح سترتفع. النظرية الاستعمارية الجديدة في التبعية،
الدول الصناعية المتقدمة تشكل مركز العلاقات الاقتصادية والتقدم التقني، ينحصر دور الدول النامية في كونها أطراف المركز وعلى أهميات متفاوتة، وهي مصدر المواد الخام والعمال الرخيصة، وعادة ما تكون الدول الفقيرة محكومة بعلاقات غير متكافئة في التجارة والتمويل، نخبة سياسية اقتصادية فاسدة، شركات عابرة للدول. ما يعني كل هذه العوامل تؤدي إلى أنه ما يعني استحالة التنمية. استحالة التنمية، النموذج هكذا يتصوره الاقتصاديين نموذج الاستعمارية الجديدة في التبعية، كأنما النظام الأنجلو ساكسوني هو مركز الدنيا بالنسبة للعالم، مركز الأرض، مركز الاقتصاد والنشاط الاقتصادي والسياسي والعسكري والدبلوماسي، الهيمنة من هذا المركز وهذه الأطراف التي تلف وتدور حول المركز. فعند الآن المركز اللي هو دول رأس المال الأنجلو ساكسونية، هنا الرأسمالية الأوروبية، هنا دول رأسمالية أخرى كاليابان، كوريا الجنوبية وما شابه وإن كانت تابعة، وهنا الآن الدول اللاتينية الأقل نموا، دول أفريقيا الأقل نموا، دول آسيا الأقل نموا. المنظومة الزائفة، هذا من أهم النماذج التنموية التي تدافع عن عدم الاستدانة من المؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما شابه. هنا يعني المدافعون عن هذا الرأي يركزون على فكرة أن التنمية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على المانحين الدوليين والوكالات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي هذه منظومة زائفة. كما تركز سياسات الوكالات الدولية على دعم النمو الصناعي في المناطق الحظية وفرض سياسات رأس المال والإجراءات المالية والنقدية القاسية، تعمل سياساتها وإجراءاتها على دعم التبعية في التنمية. النموذج الثنائي في التنمية Dualistic Approach يفسر النموذج الثنائي في التنمية كيف يعمل التغير الهيكل Structural Change أنماط في كيف يؤدي، طبعا يعمل إلى خلق أنماط من اللامساواة الاقتصادية على المستويات الوطنية والدولية، مناطق حضرية مقابل الريف، الصناعة مقابل الزراعة، القطاع الحديث مقابل القطاع التقليدي، الغني مقابل الفقير. الآن المنهج الصديق للسوق يعطي السوق هذا المنهج، أو يعني هكذا يتبنى المدافعون عن هذا أو الذين يفكرون به، يعطي السوق دور تخصيص الموارد allocation of resources ويحد من تدخل الحكومة. لكن هناك بعض القطاعات التي قد يفشل فيها السوق، ما يعني انعدام الكفاءة في الإنتاج، بسم market failure هنا في الإنتاج والتخصيص، منها ما يلي توزيع الدخل income distribution، هنا يفشل فيها طبعا هذا المنهج، إنتاج السلع العامة يفشل فيها لأنه لا القطاع الخاص لا ينتج السلع العامة التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع، الآثار الخارجية externality نتيجة الاستهلاك والإنتاج، وقوة السوق بصير عندي احتكار وما شابه. عندي الآن يعتقد أصحاب المنهج الصديق السوق بأن عمل السوق يتحسن بواسطة تدخلات غير انتقائية، منها نظام إعادة توزيع الدخل، الاستثمار في رأس المال الاجتماعي البشري من قبل طبعا هن الحكومة، سياسات حماية أو الحماية البيئة وحماية البيئة، قوانين منع الاحتكار. نكمل، يؤكد أصحاب منهج الخيارات العامة الآن اللي هو Public Choice Approach بأن الموظفين العامين وموظفي السلطة يبحثون عن مصالحهم الشخصية، وهم فعلا باحثون عن الإيجاب، they are rent seeker أو seeking، أي الأجور والمكافآت العالية من غير إنتاج، ولا يعملون للصالح العام. ما يعني بأن النظام الاقتصادي يحتاج إلى ماذا؟ منظومة محاسبة على المسؤولية اللي هي a system of checks and balance، نظام ديمقراطي يمكن البشر الخاضعين للدولة من اختيار المسؤولين العامين وتعيينهم لفترات محدودة ومحاسبتهم على نتائج حكمهم. مكونات النمو الاقتصادي، التكوين الرأسمالي، هنا من النقاط المهمة جدا وأرجو متابعتها والتركيز عليها، Capital Formation، هناك عدة أشكال من التكوين الرأسمالي، التكوين الرأسمالي المادي، آلات، معدات، خطوط إنتاج وبنى تحتية، التكوين الرأسمالي الاجتماعي، طرق، سدود، مطارات، سكك حديدية، جسور، التكوين الرأسمالي البشري، تعليم، صحة، تغذية، وأخيرا تكوين الرأسمالي السياسي، حرية، ديمقراطية، حقوق إنسان، إعلام واعن. محددات النمو الاقتصادي، التكوين الرأسمالي المادي Physical Capital Formation هو زيادة في حصة وحدة العمل من رأس المال. محددات النمو الاقتصادي، تطور وتقدم تقنيات الإنتاج تعني
زياده انتاجيه مدخلات الانتاج، ارض عماله وراس المال. الان شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناه التعليميه من اجل تعميم المعرفه بلغه الضال، لغه القران الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى لقاء اخر قريب باذن الله تعالى.